أخبار اليوم. مهم جدا إن إحنا نوريهم إن إحنا جايين نشكرهم. طب حضرتك شايف دور الفنانين إيه في دعم مشروعهم الخاص؟ يشتغل. يعني أنا لو عندي زوريني أغنيها، لو عندي عنوان بيتنا أغنيها، يعني نغني، الفنانين يغنوا، الطبيب يعمل شغله، يعني كلنا نشتغل ما نضيعش وقت. حضرتك متفائل؟ طبعا، لانه اولا في 3.5 سنين الشعب المصري فجاه بقى متعلم، فجاه بقى بيعرف كل حاجه. انت من 4 سنين لو الولد اللي بيبيع لك فل ولا مناديل في اشاره قلت له الدستور افتكرك بتشتمه. دلوقتي الناس فاهمه داعش يعني ايه، والامم المتحده يعني ايه، وحبسوا رئيسين جمهوريه في 3.5 سنين. فالشعب يعني نفضه كبيره جدا جدا، وباين انه عنده طاقه كبيره جدا. انا عندي اغنيه من سنه 91 كنت عاملها اسمها عم بطاطا، بتتكلم عن المواطن المصري اللي بيقدر امتى يستحمل ويصبر للاخر، وامتى ينتفض عشان ياخد حقه يعني بايديه. فعم بطاطا بان ان هو موجود في كل شعب مصر. سؤالنا الاخير، حاسس ان المشروع هينجح؟ لازم ينجح، لازم في اراده باينه. لو حبينا دلوقتي نسمع من الاستاذ علي الحجار اغنيه بقناه السويس، تحب تقول ايه؟ هقول لك اللي بنا مصر كان في الاصل حلواني، وعشان كده مصر يا اولاد، مصر يا اولاد حلوه الحلوات.